بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنعمل معاكم النهاردة حمام محشي فريك، والخضار برضو فريك ولحم إن شاء الله. طبعا كده صفرت بصلاية بسيط كده، يعني ايه مش صفرتها اوي، يعني هي والكبدة سواء في نقطة زيت كده. قمت كنت غاسله الفريق، نزلته فيه كده، وطبعا حطيت له الملح والفلفل بتاعه، يعني هنحط الملح والفلفل. وتقعد تقلبيه شويه كده تاخد لها غلوه، وبعد كده اطفي عليه تسيبه يبرد. هيكون عامله بقى بصل مرته، اطفيه بقى كل حاجه واحشي الحمام ده. حمام ده عجوز يعني كبير قوي. تربية بيتي بقى، ده تربية بيتي. هحشيها من فوق ومن تحت كده، من قدام ومن ورا. وهجيب خلة وأسدها بعد ما أحشيهم. ده طبعا أنا بحشي الزور بتاعه عشان تبقى زي ايه، زي حمامة دلال عبد العزيز اللي بتشوقنا لأكل الحمام دي. طبعا بقى هبدأ ده الجلاش، برضو هعمل الجلاش بقى. هصفرت له بصلة، وهبدأ احط بعد ما صفرت البصلة كده، حطيت اللحمة. مش هحط لها التوابل دلوقتي، يعني الا بعد شوية كده ما تاخد لها غلوة. هحط لها قوطة وفلفل الوان، فلفل احمر واخضر، كترتش طبعا. ده صفرت بصلايه وحطيت القوطه، وقمت غاسله برضو الفريك، وقمت حطاه بصفر للفريك بصله. وبعد كده اقوم عامله تومه ومنزلاه. وكده دي اللحمه طبعا انا سويتها. طبعا احنا عملنا السوا كام مره، وامها جنب جايبه بصله كبيره وعامله في الكبه برضو، وجايبه حبايه بطاطس كبيره وقرن فلفل. وحط لها التوابل بتاعتها وسيبها تغلي زي كباب الحله كده، ومعلقه صلصه. ومش عايزه تحط صلصه عادي، عايزه تحطي عادي يعني. طبعا ده الرقاق هنبدا نشتغل فيه، يعني عملت حطيت في أرضية الصينية عشان ما يلزقش معلقة سمنة بلدي، وجيت بلت الرقاق كده، شربته شوربة اللي هي الفراخ الحمام دي واللحمة. وأحط 4 طبقات أو 5 حسب نوع الرقاق. وبعدين بقى أحط اللحمة اللي عصجناها دي بعد ما بردت، واسقيها برضو شوربة كده، واسقيها بعدين بقى شوربة في الاخر يعني خالص. وحط على معلقة سمنة، كده حطيت بعد ما بردت اللحمة، وحط حط عليها شوية برضو جبنة ميوزريلا وجبنة رومي شوية صغيرة كده. وقام حط الطبقة التانية اللي هي ايه، اللي هي الرقاق. بقية الرقاق اسقيه مية، ممكن لو في لبن برضو تزودي لبن على الشوربة عادي يعني. هبدأ احط الطبقة التانية بعد ما احط الموزاريلا دي متى طلعتها من الفريزر، لقيتها جامدة وماسكة في بعضها يعني. بعدين اعمل الطبقة التانية، اسقيها اسقي الجلاش. وبعدين بقى اقطعه بقى قبل ما ادخله الفرن،
احطه في الفرن، ما بيقعدش حاجة يعني، هاخده اديله وش وبعدين اعمله على البوتاجاز. لو عايزة تشغلي الفرن فوق وتحت عادي، يبقى عايزة تعمليه من فوق الاتنين وتقلبيه عادي يعني سهل. وكده دهنت بمعلقة سمنة بلدي وهقطعه بقى خرط عشان لما يطلع من الفرن يا دوبك ايه نعلم عليه كده ونقوم متحطينه في الاطباق يعني. بعدين كده قطعتها مربعات كده الخرط، خرطة كده خرط، وهدخلها الفرن ان شاء الله، بس بعد ما اسقيها برضو شوربة، شوية شوربة كده على الوش، ولو عايزة عليها شوية لبن عادي. دخلتها الفرن، خدت اللي من تحت لما اول ما الحواف بتاعتها تحمر تطلعيها بقى، عايزة تعمليها على البوتاجاز كده، او يكونك عاملاها من فوق من تحت الشوايه والفرن من تحت. وكده هتقطعها مع العلامات اللي انا عاملاها قبل ما تتخبز، هقطعها واطلعها في الاطباق يعني. وبالهنا والشفا كده ان شاء الله. ده الفيريو بقى في الفينش الاخير بقى بعد ما عملناه، وبعدين بقى ده نعمل عليه ده البطاطس اللي حطيتها على اللي كنت حطاها الطبخ مع البطاطس والبصل بعد ما استوت زي كباب الحلة كده. وده الحمام قليته اهو، وقليت مع الفراخ قطعة لحمة. بالهنا والشفا، عشان الجماعة بياكلوا حمام والجماعة بياكلوا لحمة.